حياكم الله على بلاير 1، ما لعبكم مقدمكم المعتاد محمد جفري. ومثل ما هو معتاد على بلاير 1، اليوم موعدنا مع تجربة مطولة لستار وورز جداي سيرفايفر، ورح نشوف تقريبا مقاطع متنوعة من أول ساعتين ونص من اللعب، وفي مونتاج خفيف لقص بعض اللقطات الطويلة أو منعا للحرق في بعض مقاطع القصة. فبدون ما نطول أكثر في الكلام، نخش في الموضوع على طول ونختار الصعوبة المطلوبة. فمثل ما احنا شايفين في 5 صعوبات مختلفة، لكن راح ألعب نفس الجزء الماضي اللي هو قبل أصعب شيء. هذه خيارات إضافية. أوكي، نسوي سكيب للحوارات ونبدأ رحلة كالكستس من جديد، اللي على فكرة بعد مرور 5 سنين من قصة أحداث الجزء الماضي. واللي بس للتذكير، فملخص القصة الكامل لكل اللي حصل وبداية قصة كالكستس موجودة على بلاير 1. شخصيا هذه واحدة من أكثر الألعاب اللي متحمس عليها كنت لهذه السنة، والآن أتمنى فقط أنها تكون على قد التطلعات وتقدم تجربة ممتعة تبني على كل شيء كان ممتع في الجزء الماضي. واضح أنه كالكستس اتبهدل في 5 سنين الماضية، حتى موعد حلاق ما فيه. برضو اللي من الأشياء اللي محمساني موضوع أنه اللعبة بس محصورة للجيل الحالي فقط، فنتمنى أنها فعلا تستغل الميزة هذه وتقدم شيء يليق بكونها فقط للجيل الحالي. الوضع شكله أنه كال تم القبض عليه أو شيء زي كذا. وصلنا. Sarah's on lockdown. State your business. Joan. Believe the rumors. A Jedi. We brought him in alive. The senator is expecting us. You're clear to move along. Wouldn't want to keep the senator waiting. Yeah. Wish you died like the rest of your kind, traitor. So, where's the handoff? Okay. دقيقة، والله هذا ما يبغانا حتى نطالع. But what's to stop the senator from taking our prisoner and shoving us into a sky lane? He needs to keep this quiet. That's right. Sidestepping inquisitors, one-upping Vader. The guy's playing a dangerous game. So are we. هذا شكله كوكب من الكواكب التابعة للإمبراطورية، اللي هم في حرب مستمرة ضد الجداي وضد أغلب الكواكب وضد المقاومة وضد الثوار، يعني ما حد طايقهم تقريبا في كل المجرات. والظاهر القصة حتبدأ مع أنه كال انقبض عليه ورايحين لأحد السيناتورز التابعين للإمبراطورية. بإذن الله ناوي أيضا أنه إذا عجبكم هذا المقطع يكون في مقطع آخر تجربة مطولة للعالم المفتوح. هذا هو السيناتور. Is the district secure? Yes, senator. It better be. Vader's dogs are always sniffing about. Jedi is a rare quarry these days. What else have you brought me?
see that he is paid. It's been a pleasure, Senator. I hope this isn't the last time we get to do business together. The renegade Jedi Cal Kestis. You have made quite a name for yourself. Sabotaging weapons depots, disrupting supply lines, flaunting this for everyone to see. The failed coup on Norset. الظاهر كال كان مقضيها معارك ضد الإمبراطورية في الفترة اللي بين الجزئين. Confession? You already know I've been working with Saw Gerrera. Before I deliver you to the Emperor, you will lead me to the remaining Jedi. I can't. It's just me. No use resisting. I'll find out one way or another. Sometimes all it takes is a speech. But in there, I have other tools at my disposal. Or maybe I'll just use this. Master's lightsaber, Jaro Tapal, a traitor like you. And to think one day our children will ask, what is this thing? This relic of a corrupt institution بيدي. Destroyed by its own arrogance. الانقاذ وصل. Arrogance is a trap a lot of us fall into, Senator. I'm sure. The Emperor won't mind if I deliver you to him in pieces. What? Did you really think you could capture me? You've got classified military intel stored on your yacht. And you just brought it right to me. Okay, الظاهر انه خطة كال انه يتم القبض عليه وانه ينجاب لين عند السيناتور. هو يبغى كذا. That's mine. بول بوش جميل. القوة من الجزء الماضي أتوقع كلها موجودة من البداية اللي هي السحب والطيران. ما هنتعلمها من جديد. مو عفوا الدفع مو الطيران. إيش طيران؟ كويس تسخين سريع. بس أنا كويس إني لعب الجزء الماضي قريب فمتذكر التحكم. جميل الانيميشن سيريس حق القتال. اي ما في قرر يهرب الجبان على طول كذا. Not so fast, Senator. Hit it, BD. Now he comes to us. يا فنان يا BD. قبل ما ينقذ قال حط الجهاز اللي يصعق. Okay. Oh, really hot. Hold on. It's okay. Oh, these things happen. We gotta get to that yacht. حلوين. دخلنا في الأكشن على طول. That was a close one, buddy. It's not your fault. Catch up with the yacht. يسميه يخت. يا سلام على اليخت. يخت طائر. طبعا غالبا ممكن يكون في يعني مونتاج خفيف قص المقاطع اللي يطول فيها لين ما تلاقي المكان او شيء زي كذا بالاضافه للمقاطع اللي من القصه اللي اشوف انه افضل يتم قصها منعا لاي حرق او اي كويس انهم حول هذول ما يعرفوا يصوبوا. I see him. A lot of crime on the streets these days. Okay. طبعا السيف ممكن نستخدمه بحالتين اللي هو زي الرمح
سلام، أو سيف عادي. يقول لك أوه نو. صراحة من الجزء الماضي القتال جدا ممتاز، فيلو مزج كذا بين سكيرو على باتمان بشكل ما أدري، المهم إنه ممتع صراحة، ونتمنى إنه يبنوا عليه ونشوف عناصر أكثر عمق وأعداء أكثر تنوع. أو أعداد اللياقة إذا خلص صح، نسيت أنا موضوع ذا. يو طب اسمع، تعال انت اول. ايوه هنا واحد يتسلق بهدوء، خلينا بالسيف. هو عموما افضل تستخدم السيف اذا يعني عدو واحد ضد واحد. موضوع الرمح هذا الطويل افضل لمجموعة من الاعداء. كان عندي شعور انه من يوم ما عرفت انه هو خطته يوصل هنا بالعنية، كان في شعور انه هذول متنكرين انهم مرتزقة او شيء. شخصية جديدة هذه. Thanks, bud. Part of the job, Custis. الظاهر هذا كوكب صناعي، كل مكان مصانع وحديد. I thought this heist might be over real quick. Why make it easy for him? Where's the crew? Heading to the yacht. We'll meet them there. Oh, and Bravo said no comms. No comms it is. Bravo knows best. اوكي ممتاز، طريق مختصر لو خسرنا ولا شيء، لانه مثل ما انتم عارفين هنا لو مت فتعيد من اخر منطقة تأمل وتخسر الخبرة اللي جمعتها، يكون عندك فرصة واحدة تجيبها بشكل يعني مشابه لألعاب فروم سوفتوير. يا سلام يا سلام المنظر الصناعي. ضربة مزدوجة. ممكن ممكن انه موضوع الرفيق هذا يكون شيء موجود في اللعب يساعدك في القتال وفي الاستكشاف في بعض الاحيان. ما اتوقع حيحطوا له ضربة بس كذا على الفاضي، الا انه ذا شيء معتاد حيصير. R1 مربع اسأل يديك تأمر انه يضرب. Okay. You can fight. Yeah, you too. I don't speak binary, but I hear you, BD. Team effort. Let's try up that way. ايوه. Quit reading my mind, Jedi. الظاهر في مهمات بتسويها مع رفقاء. And of course, the bridge is under construction. جميل موضوع انه لما تموت من طيحة او شيء على طول يعيد سريع سريع.
اوكي هنا تختار الوضعيات اللي تقدر تستخدمها في السيف. ايش هذا؟ R3 و L3 سلو تايم. اوكي هذه حركة جديدة. هذه نخلص من اللي يطلبوا هذول فوق اول. ضعيفين دول اللي يلبسوا ابيض، وضعهم مزري. طيب الان وين الان؟ اوكي شكله مو بذيك الصعوبة. صراحة ممتاز اني متذكر التحكم تماما، لانه لما اشتغلت على فيديو القصة رجعت لعبتها من جديد، فهذا مسهل علي الكثير صراحة. I don't think he was a fan of you either. I don't see a way up. Let's look around. اوكي قلت خلينا ندخل نشوف موضوع الملابس وموضوع المظهر بشكل عام لكال كستس، اللي على ما يبدو انه بيكون فيه ايضا يعني خيارات اكثر للتخصيص، فحبيت اغير المظهر لهذا الشكل لين ما نكتشف ملابس جديده. طيب وصلنا لليخت على قولة الأخ كال، ففين السيناتور؟ I knew we had unfinished business. Give us your terminal passcode. Impossible. They'll execute me. وضعك مزري في جميع الأحوال يا صاحبي. Maybe I could change his mind. اوكي كمان قدرة جديدة. You will give me access to your terminal. سوي ذا ويتشر. Can't. خلك واثق فيه بس. You can trust us. We're all friends here. بس لأي مدى حنقدر نستخدم هذه القدرة؟ I can trust you. I will unlock the terminal. فيعني صراحة لحد الآن في أول نص ساعة أو ساعة تقريبا، بالإضافة للقدرات السابقة، في قدرات جديدة تم تقديمها بشكل بدري صراحة. If he moves, blast him. Oh, my pleasure. All right, BD. Let's see what we got. الإمبراطورية في كل مكان يا صاحبي. إيش تتوقع؟ Not the breakthrough we were hoping for. Years of fighting. Nothing we've done has slowed them down. What did you expect? You lost. The Republic is dead. It was killed by politicians just like you. Do you think I wanted Utapau to join the Empire? The compromises I made created a future for my people. I've been to Utapau, Senator. They spit your name out like a curse. At least they are alive. Why fight when you can't win? Surrender tastes bitter at first, Cal, but sweetens with time. Free me, and we'll cut a deal. No, Senator. Someday when your children see this, they'll know the Jedi never stopped fighting for them.
How disappointingly naive. Hey, the twins are getting that ravenous look. Let's wrap it up before we have another Karita incident on our hands, yeah? What about him? He's coming with us. Okay, let's take their food to go. من جد خلينا نمشي، أكيد الدعم جاي. على الأقل أخذ المعلومة اللي يبغاها، إنه يعرف مواقع الإمبراطورية فين منتشرة. الظاهر إنهم في كل مكان. استخرج السيناتور. I've changed my mind. We should always target the Empire. Yeah. Feels good to make a difference. No. They're loaded. Filthy rich. Make the huts look clean by comparison. I bet this senator has more credits. What took you so long? Why, you've been chasing shadows! I have been stopped! الظاهر واحدة من ال... اوه You have been caught harboring a traitor. هاي طلعت ما ماتت. بس ركبت يد جديدة بدل اللي قطعناها. هذه قاتلناها في الجزء الماضي. الأخت التاسعة. واضح انها زعلانة جدا. Look out! Yes, this one. خسائر عنيفة. قال لك تعال خلينا نهرب نسوي الحاقد. طلع هذه القدرة لها استخدام في القتال برضه. ضاربوا. Don't see her expecting me to use it like that. خلاص. الآن أتوقع وقت اللاهروب والمواجهة. كل واحد حاقد على الثاني جدا. متذكر حركاتك من الجزء الماضي، متذكرها. I'm hit. I'm felt that. Oh, your friends all dead, Kestis. أقول لك
متذكر حركاتك اقول لك. But you're hurting bad inside, Kestis. I can sense it. All the guilt you're feeling for those fools you led to their deaths makes you so, so predictable. I see your next move. في هذه حركة جديدة. ايش يعني؟ الظاهر ما اقدر المسها لما نسوي هذه الحركة. لا 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 الوضع خطر وما يستاهل نعيد بالهداوة. ايش هذا؟ دول ستانس هول تو اوتوماتيك ريباري. مسانا اوكي، هذه حركة يصد اوتوماتيكي بشكل آلي. You were a Jedi Knight before you betrayed our order. حتى هي كانت جيداي في الماضي. Your name was Mesaana Tide. Time to set you free. راسه راح. هذه المرة ما في رجعة. انتهى الموضوع. Yeah. اوكي، بعد الهروب من الكوكب الان لازم بس دقيق. Haven't used these since the scrapyard on Braca. هذه السماعات اللي كانت في اول مشهد في الجزء الماضي. Cordova's toolbox from Bogano. Most of his things are probably still there waiting for someone. This shieldbird's feather is supposed to bring good luck. هذه الريشه حق الطائر الكبير اللي من كوكب الووكي. There's Grease's salt shaker. Where did I put the pepper? Every day I wonder if I made the right call. هذه الأداة اللي كنا طول الوقت في الجزء الأول ندور عليها وفي النهاية قرر ما يستخدمها. صراحة بيدي هذا أفضل رفيق، له مزعج ولا يتكلم ومفيد. عموما الان الخطه انه لازم نلاقي غريز اللي هو كان الكابتن في الجزء الماضي وصاحب الاخكال المخلوقه ابو اربع ايادي. احنا نبغى نلاقي الكابتن غريز لانه السفينه تضررت مع الهروب. Starting sublight engines. Nice one, buddy. We're not gonna make it to the hangar. Gotta put her down. Hold on, BD. لا
للأسف أتوقع إذا ما كنت غلطان في جليتشات في بعض المشاهد خصوصا الثقيلة. أتمنى هذا الشيء ما يستمر أو أنه يتحل في أقرب تحديث. Okay, this is us. This must be the outpost. I guess we finally get to see Grace's cantina. Okay. Come on. صراحة للأسف إنها مو مترجمة بالعربي. أتمنى إنه في المستقبل EA تركز أكثر على الشيء ذا أو استوديو ريسبون. فمثل ما كنت أقول أتمنى هذه الجليتشات اللي بنشوفها في المشاهد خصوصا اللي فيها انفجارات مشاهد ثقيلة اللي ملاحظها لحد الآن أتمنى إنها ما تستمر. طيب جميل هذا الكوكب مفتوح وفيه له طبيعة غير الكوكب اللي كنا فيه في البداية. تقريبا هذا الكلام يعني أول ساعة ونص في اللعبة الآن صار لنا، ما أدري حسب المونتاج حيكون هنا كم واصل. يا سلام. Mind giving me a closer look? أين أنت يا غريز؟ عند المخلوق هذا لازم نروح. That is one big beast. We have our target. Now let's reach it. نتمنى إنه يكون حيوان أليف هذا. لأن مو أليف فهذه إشكالية. هذول تبع مين هذول؟ Oh, I get it. Understood. The ship will be liberated. For the Bedlam Raiders. Yeah, for the Bedlam Raiders. كبار عصابة اسمهم Bedlam Raiders. المهم انهم هم تبع الامبراطورية. ف شكلهم عصابة جديدة. For the Bedlam Raiders. خطيرين هذول متحمسين على الفاضي صغار. These don't look like any separatists I remember. Bedlam Raiders. What has Grace gotten himself into? ساتر هذا مخلوق جديد برضو. يا ساتر السوفليكس ولا ايه مصارع هذا. كمان معاه قصة شعر. يو هذه الآن Let's take a look. مخلوق ليش اسمه غوروكو. A nest. Looks like it dragged its prey back here and ممتاز تطوير العمر. يا سلام اتوقع قربنا من القريه المطلوبه.
Grease's place should be around here somewhere. Yeah. Look at that. Hey, quite the view, ain't it? That your ship came down, Dredger Gorge? انت مع العصابة ولا مسالمة؟ Yeah, we had some technical problems. Probably met the Bedlam Raiders then. Attacked us as soon as we landed. Glad you're okay. What y'all doing around these parts? Looking up an old friend. Grease Dritus? Grease? Well, shoot, I know him. I run the stables in town. My name's Mosey. I'm Cal. This is BD-1. Why are you cute, little droid? It's good to see a friendly face. Likewise. Well, path seems clear from here. Shouldn't get in any trouble. Let's go looking for it. Oh, and say hey to Doma Dendra when you get in town. She doesn't take kindly to strangers. We understand. Thanks for the advice, Mosey. تقول الوضع السلام من هنا لين القرية ما في أعداء المفروض. القرية هذه ظاهر جدا كبيرة يا جماعة. شكلها منطقة حق استكشاف. You interested in the opportunity of a lifetime? Maybe. Let's hear it. Some folks ventured into the mine just down yonder. No one's heard from them since. That's right, little droid. Could be the makings of a tragedy. Most things on Kobo are. Prospectors were looking for priorite. Mine is chock full of the stuff. But saving those folks? That's the important thing, of course. I'll look into it. Now we're in business. Mine is just down yonder. You can't miss it. اوكي الظاهر في كمان مهمات جانبية. جميل، هذا معناه الاستكشاف حيكون جانب اكبر من الجزء الماضي. طبعا انا توي واصل القرية، ما رحت لا يمين ولا يسار. قلت خلينا نقابل الاخ غريز اول بعدين. Been a long time. Maybe he knows where the others ended up. Seer stuck in the past. Marin wandering. بعدين نستكشف باقي المنطقة. لانه الظاهر راح نضطر نلوم شمل القروب من الجزء، شمل المجموعه من الجزء الماضي اللي هم باقي سير الجداي السابقه وميرين اللي كانت ساحره على كوكب دوثيمير. Who's the stranger? ايش هذا المخلوق العجيب هذا؟ Like no Quick, just act useless. Easy. We're not looking to cause any trouble. Where's the cantina? Right over there, newcomer. You can't miss it. يا غريز اين انت؟ ايش المخلوقات العجيبه على الكوكب هذا؟ الكائن الضفدعي. صراحة منظر كلب الدقن الثقيله وتفاصيل وجهه بصفة عامة والشعر هذه أفضل بكثير من الجزء الماضي. تفاصيل كال في الجزء اللي فات كان لك عليه بصراحة. أنا أتوقع أخلي المظهر بالدقنة الثقيلة دي طول اللعبة. Priceless relic. The key we have been searching for. Except, of course. الظاهر الضفدع نصبهم. It's fake. Ravis, honest. Oh, I believe you. But mistakes like these cannot be tolerated. Let this be a reminder of what happens when you cross the Bedlam Raiders. Kill him. Oh no! No! Enough. Walk away. A Jedi. Remind our friend here why his kind are supposed to be dead. Look at that. Thank you.
bad move. Rejected. Time to die. Another. Get back here. هذه يبغى لها توخر على ورا، مو على يمين ولا على يسار. اسمع. واحدة. بدا يزعجني هذا الرب. You need to do better than that. ايوه. Too slow, buddy. احشرك هنا. Impressive. Next time you want to pick a fight, you go through us. لا لا فخم فخم بالدقن شكله صار كذا مخضرم جداي مخضرم وخبير. What a delight to see one of your kind in action after all these years. Noble Jedi Knight, if you stay your hand, I shall withdraw in peace. الحين جاء وقت الأدب والأخلاق. يلا ماشي انسحب بسلام. واضح واضح ما خلصنا منه هذا، خصوصا انه مع العصابة اللي مزعج السكان. This is the one who stood up to the Bedlam Raiders. العفو العفو يا الضفدع. ايش هذا كمان؟ Yes. Your Doma. كوكب متنوع الكائنات هذا. You got a name, Jedi? I'm Cal. This is BD-1. We'd appreciate if you kept this quiet. Well, here on the frontier, only way we survive is by sticking together. That's right. You didn't have to step in just now, but you did. Yes, you did. Turgle, shut it. We'll keep your secret safe, Cal. I'm sure we could both benefit from it. Thanks. طيب وينك يا غريز؟ طولنا احنا ندور على غريز. صراحة الرسومات جدا ممتازة، بس مزعجني مزعجني موضوع الجلتشات اللي بتحصل من فترة لفترة. أتمنى ما تستمر. Big mouth. Vertically challenged. You can come out now, old boy. The coast is clear. I tell you, monk. أيوة أخيرا وصل جريز. We got no hope, zero, zilch, nothing. How you doing, BD? Wait a minute. حتى هو غير المظهر. المشكلة مو واضح إذا هذا دقنه اللي مربيه ولا شعره. Let me look at you. You look terrible. Yeah, it's good to see you too, Grease. هذا الصديق الصح اللي يديك الصراحة على طول. ترى شكلك تعبان يا كار. Well, we ran into some trouble on our last job. What sort of trouble? The Imperial kind. Oh, I should have guessed. They've been creeping around Kobo too lately. Gyro's burnt out on the Mantis. We'll need your help to get moving again. Yeah, sure, whatever you need. Come on, grab some seat. Listen, Monk, get my friend something special to drink. Refreshments. One slippery monk coming right up. سلام على الكرسي. Welcome to Pylude Saloon, the finest dive this side of Zeltros. Yeah, your description didn't do it justice. Here, sand in your eye. Monk and I picked it up from the previous owner through a... He caught a fatal case of blaster poisoning, courtesy of the Bedlam Raiders. We've been introduced. You okay, Grease? Oh, yeah, sure. As long as I don't have anything they need. Hey, what happened to the Mantis? Oh... We are on Coruscant.
gathering intel for Saw Gerrera. Things got bad. Only two of us made it out. Everything I'm doing feels pointless. The Empire's only growing stronger. Things, haven't been the same since the team split up. Yeah, hey, we had some good times, didn't we, huh? Me, you, the Space Witch, Seer. Have you talked to her lately? Marin's always on the move, exploring new places, making new friends. I was talking about Seer. No. It's been a while. You? Well, her credits helped us get this place off the ground, but she hasn't visited yet. طبعا مو واضح ليش هم تفرقوا اصلا. مثل ما شفتوا ما بينون الاسباب، وغالبا راح يبان مع تقدم القصه. I got a spare room down in the basement made up especially for you. You should check it out. All right. مو غلط يا كال، ريح شويه، خذ لك غفوه. So where's that room at again? The room? Oh, kid, you're gonna love it. Just take a right after the bar, through the kitchen, and down the stairs. You can't miss it. Right. Thanks again, Grease. Yeah. You can thank me by getting some shut-eye. لا لا، كرسي متعوب عليه. وفي مكان للمشروب و... We'll talk more later. حق الـ VIP هذا، شكله هذا عايش هنا. You've been working here for a while? A while. No, I'd hardly call it working. You see, that would imply we had regular customers. Shame. This place has potential. Well, that's the story I keep telling myself, Sport. That's the story. Why don't you head down to the basement? Check out your new digs. مسكين الروبوت، معاني من قلة الزباين. Must not get a lot of business here. You don't look like a raider. What gave it away? No blaster in my face, no spilling drinks and shouting bloody murder. Oh, cute droid, too. That's BD-1. I'm Cal. About dang time we had some new faces in town. I'm Zig, by the way. Nice to meet you. Zig Zosa. عندي مين هذا الشخص الغامض؟ Keep walking, slick. الشخص الغامض رافض الحديث. عندي شعور انه هذا المكان راح يتغير، ما ادري، او احنا راح نكون مسؤولين عنه ممكن. Well, what do you have to say for yourself? Is there a problem? I could have sworn I heard you stirring up a raider-sized problem just outside. I didn't start that fight. Well, it certainly seems you finished it. خليك في نفسك. That can't be up to code. Even out here on the frontier. لأنه في المحادثة مع غريز، غريز كان مركز يقول له كال إنه. I'd love to chat, but I'd better finish my drink before the next fight breaks. يقول له إنه لازم يعني هدي، ارتاح شوي، صار لك 5 سنين بتقاتل أو الفترة اللي هم تفرقوا فيها. There's the kitchen. Basement must be through here. فما أدري، ممكن يكون هذا زي مركز. عموما افضل شيء الان يسويه الواحد انه يروح ياخذ غفوه ويرتاح ويصحى يفكر بشكل جديد. واو، هذه غرفه الاخ غريز. غريز really outdid himself. Kobo's pretty far from the nearest trade route. Looks like Grees makes do with salvage. That's Seer's helix set. Wonder why it ended up here. طيب اتوقع انه راح نكتفي اليوم بهذا القدر وبهذه التجربة المطولة اللي تقريبا يعني واصل فيها اول 3 ساعات، 2.5 ساعات من التجربة. فاتمنى تكونوا استمتعتوا في المقطع، اتمنى يكون اعطاكم فكرة اشمل عن التجربة اللي بصراحة مبشرة جدا في البداية، في موضوع انه القدرات اللي كانت عندك من اول ما زالت موجودة، موضوع القدرات الجديدة اللي من البداية يعطوك هي، القرية اللي وصلناها الظاهر فيها استكشاف في مهام جانبية. فنتمنى انه باقي التجربة تستمر في انها تكون ممتعة ومثيرة. وبصراحة استوديو ريسبون مثل ما دائما اقول، فاستوديو يستحق انه نعطيه الثقة، وان كان مشكلة عدم الاستقرار اللي بتروح وتيجي في الفريمات اتمنى فعلا انها ما تستمر وانه يتم حلها.
وإذا عجبكم المقطع فاكتبوا في التعليقات، وبإذن الله راح أحاول يكون في مقطع تجربة ثاني نشوف فيه بعض المهام الجانبية. والختام كالعادة شكرا على المشاهدة.